حارس المرمى نص الفرقه، الكلمه دي الحقيقه يعني كلمه حقيقيه جدا، واي فريق بطل لابد ان يكون عنده حارس مرمى عملاق. والنهارده معانا واحد من حراس البرتغال العمالقه الحقيقه، يمكن كان حارس مرمى لسبورتنج لشبونه مع اشبيليه، بشوف تجربه مهمه جدا لانه بطل اوروبا، بطل اوروبا موسمين متتاليين، فاز مع فريق سيبيا او اشبيليه باليوروبا ليج 2013 و2014. حارس مرمى البرتغال الدولي بيتو هو ضيفي في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، وكل الشكر على مشاركتك معنا في السادسه. شكرا جدا على الدعوه، وبشكركم كلكم على تواجدي هنا معاكم في قناه النادي الاهلي. يعني بس قبل ما ابتدي الحوار معاك، انا بيتهيالي انت اللي كنت بتحرس مرمى منتخب البرتغال في المباراه الوديه اللي كانت في اطار استعداد مصر والبرتغال لكاس العالم روسيا 2018، مظبوط؟ كان مباراة مميزة. أعتقد أنا كنت متواجد وقتها، ولما دخلت قدرنا إن إحنا نحقق هدفين الفوز، فبالتالي كانت مباراة قوية جدا مع المنتخب المصري، وفاكر إن محمد صلاح هو اللي كان سجل للمنتخب المصري وقتها، وبالتالي كانت وقتها نقدر نقول ان المنتخب المصري في الوقت ده كان متحدي جدا بالنسبه لينا داخل ارض الملعب، وقدر ان هو يراهقنا وكان سجل له محمد صلاح. ازاي شفت منتخب مصر؟ ازاي شفت الكره المصريه في الماتش ده؟ مين اللاعبين اللي لفتوا نظرك؟ وايه تقييمك بتهيألي الشناوي اللي كان حارس مرمى مصر في المباراه دي، تقييمك لمحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني؟ أعتقد أنه هو حارس مرمى ذو جودة عالية جدا، ويقدر أنه هو ياخد رد الفعل السريع بسرعة، باختيار مميز قوي، بيقدر أنه هو يجاري حراس المرمى بنفس الجودة اللي موجودين هنا في أوروبا، وبالتالي هو من النوعيات اللي ممكن نقول عليها حارس مرمى متميز في إطار المجال بتاعه أو المهنة بتاعته كحارس مرمى داخل النادي أو داخل منتخب مصر. طيب هبدأ كلامي معاك الحقيقة مع نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وبالتالي أنت لعبت مع رونالدو لما كان بيلعب في سبورتنج لشبونة، وأكيد طبعًا لعبت معاه وهو بيلعب في منتخب البرتغال. إزاي شفت صفقة انتقاله الأخيرة لفريق النصر السعودي؟ وهل بتشوف إن هي دي المحطة الأخيرة لكريستيانو رونالدو في ملاعب الكرة، ولا بإمكانه العودة أو في احتمالية لعودته مرة تانية للكرة في أوروبا؟ بالنسبه لي كريستيانو كان هو لازال متواجد معايا ان هو صديق، وقال لي ان هو كل اللي كان عاوز يغزوه، او بمعنى اصح ان هو يوصل له داخل القاره الاوروبيه وصل له، ولكن على صعيد اخر في قاره اسيا لا، وبالتحديد في المملكه العربيه السعوديه، هي حقيقه وواقع جديد، تحدي جديد بالنسبه لكريستيانو. في رايي ان هي فرصه كويسه وجيده بالنسبه له ان هو يقدر يغزو اكتر داخل مجال كره القدم، او يحقق اكتر لنفسه وينشر خبرته اكتر داخل الدوريات الاخرى، وان هو يقدر يعولم التجربه بتاعته، بمعنى ان هو ينقلها لمناطق كتير في العالم، ما تبقاش مقتصره بس على ان هي كانت متواجده في اوروبا للعبه داخل الانديه الاوروبيه. وبالتالي هو بالنسبه لي بالطريقه دي هيكون بيساعد الكوره في المنطقه كلها، سواء المنطقه العربيه بشكل عام او منطقه المملكه العربيه السعوديه كبلد بشكل خاص. انا هكلمك بشكل موضوعي اكتر، يعني هل بتشوف انه بمنتهى الصراحه، هل بتشوف يعني مش كتير من عشاق كريستيانو رونالدو هيكونوا مقتنعين بوجهه النظر دي قوي، لكن هل بتشوف انه توتر العلاقه بينه وبين مان يونايتد النادي بتاعه الاخير، بينه وبين تين هاج المدير الفني لليونايتد، ثم بعد كده عدم مشاركته رغم تواجده في قائمه فريق منتخب البرتغال في كاس العالم، لكن عدم مشاركته بشكل اساسي
ده الى حد كبير ساهم في وصول للمرحله دي، او ساهم في يمكن اقناع رونالدو شخصيا بانه لا عليه انه هو يدور على تجربه جديده في مكان جديد. اعتقد ان اعتقد ان الطريقه اللي اتعامل بيها مانشستر يونايتد كاداره وفي نفس الوقت برضو كجهاز فني ما كانتش الطريقه الانسب للتعامل مع رونالدو بالطريقه في الطريقه اللي تمت في الوقت الحالي. نقدر نقول ان اعظم اللاعبين في العالم كانوا على كفه سواء، كلهم بيحترموا نقدر نقول المهنية أو التاريخ المهني لكريستيانو رونالدو، ولكن الطريقة اللي تم التعامل بها معاه في مانشستر يونايتد ما كانش فيها الاحترام الكافي، فبالتالي إن هو مثلا بعد إنه كان يبدأ الماتشات يتبدل بعد كده يتحط على الدكة وما يكونش أساسي، كل ده ما كانش بيساعد أصلا في إن الماتشات وقتها تتحل، لأن ما ينفعش يبقى فيه لا غنى عن ان كريستيانو يبدا الماتشات، مفيش بديل ان كريستيانو ما يكون بيوفر مكانه لما هو ما يبداش. فما زي ما بقول ما كانش عندنا او كناش شايفين وقتها حلول اخرى للفريق، حقائق اخرى تانية نقدر نتكلم عنها غير ان هو الاهم بحكم تاريخه وبحكم خبرته، فما كانش الطريقه هي الاحسن للتعامل معاه. اتقال ان في يعني داخل صفوف المنتخب البرتغالي اسماء او لاعبين ما كانوش موافقين او ما كانوش راضيين عن فكره انه يكون كريستيانو رونالدو ليه دور في بطوله كاس العالم الاخيره، ايه حقيقه الكلام ده؟ اعتقد ان هو المتواجد في المنتخب البرتغالي مفيش حاجه بس غير الاحترام. لو هنتكلم معلش على الموضوع دوت، فاحسن اللاعبين البرتغاليين اللي بيتم ضمهم للمنتخب كلهم عارفين مين هو كريستيانو رونالدو، وعارفين قد ايه البطوله دي كانت بالنسبه له بتمثل كتير لان هي اخر كاس عالم ليه، فبالتالي كان الموضوع مشبع ومليء بالاحترام المتبادل طبعا بين كريستيانو وبين اللاعبين الاصغر، وكان بيبقى الاحترام ده صادر من اللاعبين الاصغر او حتى الاكبر في الفريق لتاريخه. كريستيانو بيعمل دايما اجوان، بيعمل اسيستات، وبالتالي فما كانش بيتم التقليل منه على عكس ما تم القول في الميديا وقتها. دايما في وجود كريستيانو كان منتخب البرتغال من المنتخبات المرشحة والمنتخبات دايما اللي يعني قريبة من تحقيق ألقاب. هل تعتقد بعد انتهاء مرحلة كريستيانو رونالدو هيفضل المنتخب البرتغال بنفس القدرة وبنفس القوة، ولا ما فيش نجم يقدر يعوض غياب كريستيانو رونالدو في القريب العاجل؟ احنا دلوقتي عندنا واحده من احسن الاجيال في التاريخ في مجال كره القدم على الاطلاق، الجيل اللي بيلعب دلوقتي، وبالتالي برضو نقدر نقول ان كريستيانو هو الافضل على الاطلاق بالنسبه لعالم كره القدم كبرتغالي، وده بالتالي بيعني اهداف. كريستيانو وجوده في الملعب بيعني اهداف، بيعني اسيستات، ومعانا زي ما بقول جيل من الاجيال المتميزه. فبنتكلم فإن إحنا البرتغال هتفضل دايما دايما بالطريقة دي وعلى نفس النسق والنمط ده مرشحة ومؤهلة حتى بعد كريستيانو، حتى بعد ما اللاعب الأفضل في العالم كان ده آخر كأس عالم ليه. البرتغال دايما زي ما بقول مرشحة وبتنافس بقوة في كل البطولات بأجيالها المختلفة. برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، جواو فيليكس، مين الأقرب من وجهة نظرك لأنه يكون قائد للمنتخب البرتغالي في الفترة اللي جاية؟ أنا هحب أشمل وأضيف في يوم كمان اسم كمان. بالنسبة لي بس الأول قبل ما في اليوم نفسه
في اليوم نفسه اللي كريستيانو خلاص بطل فيه لعب للمنتخب، حابب اضيف روبن دياز مع برونو فرنانديز ان هما الاثنين ممكن يكونوا مرشحين جدا ان هما يكونوا كباتن الفرق. طيب بمناسبه انا عايز اسالك على الكلاسيكو الحقيقه يعني، بس قبل ما قبل الكلاسيكو واحنا بنتكلم على رونالدو، في كلام النهارده وبعد نجاح صفقه طبعا انتقال رونالدو للنصر السعودي، في كلام النهارده وتقارير بتقول انه ميسي قد يكون قريبا من الانتقال الدوري السعودي بعد عرض مغري جدا تقدم ليه 350 مليون دولار في الموسم الواحد. هل تتوقع ان يذهب ليو ميسي للسعوديه؟ معرفش في الحقيقه، معرفش، بس ده في الاول في الاخر قرار ليونيل ميسي. دلوقتي هتكون بمثابة انفجار في عالم كرة القدم ان احنا نلاقي برضو نفس المواجهة تاني مرة تانية، ميسي ضد كريستيانو رونالدو وكريستيانو ضد ميسي. محدش يقدر طبعا يقول، بس هتكون محدش يقدر يقول القرار هيكون ايه في الاخر او يتوقعه، بس لو حصل هيكون بمثابة حاجة رائعة جدا في عالم كرة القدم بالنسبة لنا. هي المواجهة دي تحديدا صنعت يمكن من الكلاسيكو بين الريال والبارسا على مدار سنين طويلة جدا المباراة الأهم على سطح الكوكب كله. لكن خليني أسألك ده برضو، ما يمنعش أن مباراة بكرة مهمة جدا، سوبر إسبانيا ريال وبرشلونة، مين الأقرب من وجهة نظرك للفوز والتتويج؟ من الصعب جدا ان انت تتوقع وانك ترد على السؤال ده. انا عارف ان ريال مدريد عباره عن ان هي فريق متعود جدا، متاقلم ومتمرس جدا في البطولات اللي من النوعيه دي، دايما عندهم حتى لما الاجيال بتنتهي او لما اللعيبه بتمشي من الفريق بالتدريج بتبتدي واحده واحده ان الفرقه تقوم على رجلها من تاني. فانا شايف ان هي الاقرب، لكن ما تقدرش تجاوب طبعا على مين هيفوز، لكن لو على الاقرب ريال مدريد. كنت من جيل ذهبي واستثنائي حقق لفريق سيبيا بطولتين يوروبا ليج، هي اليوروبا ليج اسهل من الليجا الاسبانيه، وازاي قدرتوا تحققوا الانجاز ده في موسمين متتاليين؟ أنا كسبت أربعة، ثلاثة مع إشبيليا وواحدة مع بورتو. هي بالنسبة لي الكارير بتاعي كارير كويس جدا، مشرف جدا، نقدر نقول كارير غني بالبطولات، ولكن اللي ساعد دايما كبيز ان هو عندي شيء اساسي هو الموهبه، واللي زود اكتر ان انا احافظ على الموهبه دي طبعا هو الشغل الكتير، لان في عالم الكوره بفضل الرب يعني الحمد لله لازم دايما تشتغل علشان تلاقي، وهو دوت اللي كان بالنسبه لي. بيتو الحارس الدولي البرتغالي وحارس طبعا سبورتنج لشبونه بورتو وسيبيا، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق ليك وللكره البرتغاليه ولنجومها الحقيقه، يمكن مدرسة برضو مقربة من قلوبنا كمصريين. فاصل ونرجع نقابلكم.